نحن الآن في معبر باب الهواء الحدودي مع تركيا. قمنا اليوم باستلام سيارتين من مادة الفحم الحجري الخاص للتدفئة والمقدم من جمعية السبع سنابل لتوزيعه على ساكني الخيام في الشمال السوري، وجزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير. شكرا سبع سنابل. نقدم جزيل الشكر لجمعية سبع سنابل الخيرية، والله يبارك بهم ويجزاهم ألف خير. جمعية سبع سنابل على تقديمها مادة التدفئة لفصل الشتاء. الله يجزيكم الخير ويكتب أجركم.